أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. الكثير من الجسور التي نفذتها أمانة العاصمة في أمانة العاصمة، وأيضا الكثير من الجسور التي تنفذها الآن، لكن هناك من المهندسين من يرون أنها ليست مجدية وأنها يتخللها العبث بالمال العام والعبث الفني والهندسي، وأنها أيضا لا يشوبها الكثير من التجاوزات المالية والفنية والهندسية. من أولئك المهندس ماهر العمودي، نائب مدير عام التخطيط والدراسات والأشغال في أمانة العاصمة. أهلا بك أستاذ. الله بالخير والعافية أخي. دعنا أيضا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود إلى الاستديو. تشكل الاختناقات المرورية وازدحام المركبات في شوارع أمانة العاصمة كابوسا يؤرق حياة المواطنين، خاصة في ظل عدم التخطيط السليم وتزايد عدد المركبات بمختلف أنواعها، فلا يمكن أن يصل أحد إلى وجهته دون أن يصيبه الإعياء والتعب. وبالرغم من أن صخب المدينة لا يتوقف وفعالياتها تعد الأكثر مقارنة بباقي المدن الرئيسية في الجمهورية كونها العاصمة، فإن ازدحام شوارعها أضحى مشكلة يتفاقم حجمها يوما بعد آخر. فرغم وجود الجسور إلا أن المعاناة هنا مستمرة، إذ لا زالت الاختناقات المرورية على أشدها وفي ذروة الانتظار. حتما سيسأل المرء نفسه وهو يحاول أن يتنفس الصعداء في عبور المعاناة، ما جدوى هذه الجسور إن لم تحل المشكلة وتخفف المعاناة؟ وإن الزحمة فوق القصر تحت القصر زي ما كانت من أول، ما بش فايدة ولم تحل أي شيء، لأنه القصر ضيق ويفعله قصر صغير ما يبلغش حتى 20 متر طوله ولا عرضه، فلقى الزحمة ما زالت في الزبيرة تبقى ساعتين، لو عاد مريض يموت فوق السيارة، لا في إسعاف تحنب. أما هنا في مشروع جسر مذبح فستكتشف أننا نحن اليمنيون لنا وضع خاص في تشييد الجسور تختلف به ربما عن كثير من دول العالم. فعلى هذه الشاكلة التي تتخذ طابع المأساة والملهى في آن واحد، تقوم الجهات المعنية في أمانة العاصمة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي كان من المفترض أن تكون المرحلة الأولى، إذ أن هذه الحفريات التي تتم تحت الجسر تنطوي على مخاطر كبيرة، بحكم أن الحفر في أحجار شديدة الصلابة قد يؤثر على الجسر مستقبلاً، إذ تقدر تكلفة المرحلة الثانية من المشروع 1,100,000,000 ريال بتمويل حكومي، على أن يتم إنجازه خلال الفترة المحددة بـ9 أشهر. وفي ظل هذا الوضع يجري العمل حالياً على تنفيذ عدد من الجسور في شوارع صنعاء في محاولة لمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية، حيث يجري العمل حالياً في تقاطع شارع حدة مع شارع بيروت وشارع تعز مع الصافية، كما افتتح في شهر مارس الماضي جسر الشهيد الثلاية في دار سلم وجسر بيت بوس. لكن يبقى السؤال الأهم هنا، هل يتم تشييد هذه الجسور وفق المواصفات والمقاييس المتعارف عليها دولياً؟ وما مدى محاكاة هذه الجسور للعديد من النماذج المتبعة في كثير من العواصم؟ وهل تراعي القيم الجمالية والحضارية عند التصميم؟ وهل تلتزم الشركات المنفذة بالمدة الزمنية المحددة لكل مشروع؟ أم أن الأمر لا يعدو عن كونه تواصلاً لمسلسل العشوائية والتخبط الذي يعد السمة الأبرز لكثير من المشاريع ذات الطابع الحكومي؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أهلا بك أستاذ ماهر العمودي أو مهندس ماهر العمودي، نائب مدير عام التخطيط والدراسات والأشغال في أمانة العاصمة. أمامي ملف كبير، هو أيضا أنت للتجاوزات ومخالفات قصدت أنت في إنشاء الجسور أو الأشغال عموما في أمانة العاصمة. ما أبرز ما يحتوي هذا الملف الذي ربما أنت رفعته إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما يتضح من عنوانه؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص المشاريع التي تنفذ حاليا، قبل حوالي شهرين انتهوا من قصر دار سلم،
يعني طول القصر 520 متر 515 متر والنفق 460 في تقاطع زي هذا حيوي كان مفروض يمدوا المسافة أطول من كذا حيث أنه يستوعب أكبر كم من السيارات إذا في الوقت الحالي العرض ولا الطول يعني الطول إذا تم تطويل القصر والنفق يعني نحن العشر سنوات 15 سنة مستقبلا ممكن إيش ما نحسش بالضرر يعني الآن عملية التقصير هذه تسبب ضيق قصدك عرض القصر مش العرض الطول طول القصر يعني 500 متر مفروض يكون 800 مثلا 800 متر أنت الآن تشري باتجاه لا لا 800 متر أوكي 800 متر والنفق نفس الشيء نجي لتقاطع بيت بوس نفق معك بطول 390 متر في اتجاه واحد بعرض 9 متر وقصر بزاوية قائمة بطول 410 متر بعرض 8 متر 60 في تقاطع مثل هذا والتوسع العمراني واقي في الجنوب وفي مساحة كبيرة مفروض كانوا يعملوا زي ما عملوا في تقاطع القمنة نفق أو قصر في اتجاه واحد هذا الآن بالشكل هذا الحجم الصغير هذا بعد فترة ما يحل يعني لو في قواطر اثنتين ثلاث يعني في سدة في حركة المرور يعني ما يفيدش احنا بشيء يعني انت تشير الى لكي يتمس هذا المشاهدين ما بين عرض انت تتكلم عن اتجاه طولي نفق اتجاه طولي جسر ما هي الطريقة التي بالشكل هكذا هو هذا الشكل مثل لكي أيوة شوف النفق لكي نشبه الذي مثل جولة شيراتون مثلا القمنة خلي الشيراتون لها وضع جيد هذا تمام هو يعني جيد هو صغير أيوة أنا أقول لك في هذا التقاطع كان يعملوا زي ما عملوا في القمنة نفق مش في طريق المطار في خط القمنة تقاطع مع شارع 60 بدل هذه الحركات هذا يعني بالشكل هذا يعني ما يفيد شن احنا حتى مستقبلا انا اقول لك انه بيسبب زحمه والقصر هذا بزاويه قائمه يعني اللي واقي من في اتجاه انت واقي من اتجاه دار سلم بتلف في اتجاه شارع ال40 ل 70 يعني غير مجدي ما فيش فيه اي منفعه لما هو غير مجدي كلام هندسي يعني علمي يا اخي مثلا في التقاطع هذا انا ارى انهم كانوا يعملوا قصر في شارع ال50 ونفك ولا زي حمزه دوار وتتم الحركه عبر الدوار هذا تكفي يعني كافي فيها بالشكل هذا الصغير ما يفيدش يعني لو في قاطرتين دخلت الان سدت الحركه كامل العرض 9 متر 8 متر 60 يعني حاجه ما هذا مثل الذي نفذ ايضا في شارع تعز مثلا نفس المساحه باتجاه أيوة. هذه حلول غير مجديه هذه من وراءها هل هناك انت من تتهم هل التقصير تجد ان في مكتب الاشغال ما فيش تخطيط امانه العاصمه لوبي مع شركات مقاوله ما الذي تفهم معهم شركات تزن احنا شركات لبنانيه واردنيه يعني تجي تاخذ اعمال استشارات دراسات تصاميم يعني ما نحنش بالله عليك معي شركه استشاريه في قصر كنتاكي القصر المفروض يكون تكلفته مليار و500 الشركه هذه ارتفع سعره الى 2 مليار و300 يعني هي المفروض انها تنصحنا الان اننا اقل تكلفه بينما شوف الرئاسه ب 2 مليار و600 قصر ونفق وهذا قصر واحد ب 2 مليار و300 يعني شوف الفارق كم يعني قصر كنتاكي ايوه الذي لم يحل شيئا الذي لا تزال المشكله حل شيء شركة استشارية يعني ما فادتش نحن بشيء شركة استشارية وشركة أيوة. منفذة أيوة. حتى شوف الآن بالله عليك أنت ماذا الذي تلمسه من هذا أنت الآن تشير ربما إلى اتهامات معينة أن قصور غير مجدية عبثية تصاميم عبثية استشارات عبثية هل تشم أو تظن أن هناك ثلاث أموال عامة يا أخي في فساد فيه مثلا أنا بقول لك على سبيل المثال أنا لما أجيب هذه الشركات معي كادر يمني مؤهل أنا قد أشتغل عدة أعمال إيش المعنى؟ بتقول لي إنه مثلا الكادر الإشرافي الاستفيد يعني أيوه إنه الصندوق العربي فرض علينا شروط ما هي السائلة تشتغل أعمال عبر الصندوق العربي بدون استشارات أجنبية ولا دراسات عرفت؟ بيقولوا مثلا إنه السائلة هي جهة الحالة أين الحالة؟ هي مع بعض أنا لما أجيب لك كتاب صادر بالأمانة التقاطعات مع السائلة كلها مشتركة
هذه من إنجازات عبد القادر هلال. الصورة موجودة لديه. آه إيش إنجازاته هي؟ بس من يعني في قصور أعمال من الصابق. الصورة موجودة صورة عبد القادر هلال يكون إنه لا نعمل. ها بالله عليك ها. لا ذاكر إدارة التخطيط ولا شيء. ذكر كل الإدارات مع إدارة التخطيط. يعني اشتغل بدون تخطيط؟ بدون تخطيط اشتغلوا. من الذي يشتغل؟ طيب أنا الحين أقول من الذي الآن الغرفة التي يشتغل من خلال عبد القادر هلال ويلمع من خلال الإعلام أن عبد القادر هلال يعمل، عبد القادر هلال يفتتح قصور، عبد القادر هلال يشتغل سائلة، عبد القادر هلال هذا ما يشع في الإعلام. لكن الناس يلمسوا هذا، يقدوا أن قصور تشتغل، عمال يصلحون بعض الطرقات يا أخي. لكن الرجل اشتغل. مش قصة عبد القادر هلال، نحن قصتنا في قطاع الأشغال العامة والمشاريع هذه إنه في مجموعة معينة هي المسيطرة على كل الأعمال هذه تقوم بتنفيذ هذه يعني الأشغال حق المنطقة العاصمة تتهم الأشغال أنت هذه إدارتك إذا أنت نائب مدير عام قطاع الأشغال العامة والمشاريع أنت موظف فيها أيوة وتقول أن هناك لوبي في هذا القطاع أيوة محصورة أنا مثلا أنا كإدارة مختصة ما عنديش علم بأي حاجة ما عنديش علم بأي شيء من هذه الأعمال إدارة كلها. التخطيط أيوة الأساس هل مديرك أو مدير التخطيط مش موجود له 4 سنوات ونص ما فيش مدير أنت قائم بأعمال إدارة أنا قائم بأعمال إدارة وكونك أنت قائم بإدارة التخطيط والدراسة أعتقد أن هذه لا تخضع للتخطيط ولا الدراسة ولا تخضع للتخطيط ولا الدراسة أقول لك على إذا من الذي أقرها أقرها المشاريع ولا الإشراف والوكيل شوف مثلا شوف هذا تقاطع المصباحي قاموا وسعوا الآن في اليوتر هذا اللي تلف من شارع 60 ترجع على شارع 60 قاموا كسروا البرادورة الأولى ووسعوا متر واللي عملوا في تقاطع عصر هذه الجزر اللي قطعوها مش عارف ايش هو يعني هذه خطة مرورية هو كان نفاق وبعدين ردوا ممنوع عبور من أعلى وردوا قالوا يصلحوا عبور من أعلى أيوة. وكل مرة معهم شغلة يقربوا يا أخي ما فيش تخطيط وفي هدر مال عام واضح ولا قسم كم يقدر انت من خلال هذا الملف الذي امامي كم تقدر هذا الامر افكار بس يعني انت فنيه باعتبارك أيوة مهندس ايوه ايوه في هدر مال عام يعني غير يعني انت تدعو جهات معنيه محاسبيه وهي التي تطلع على هذا الهدر ايوه لكن انت تعتقد ان هناك عبث فني وهندسي في مثل هذه المشاريع انها غير مجديه وانها تنفذ فقط لاجل استنزاف بعض الاموال انت تجزئتها بالله عليك تضر في الناس يعني لما يجي لك يشتغل لك قصر وبعدين يفتح نفق ايوه انت تشير الى قصر ايوه اشرت انا اشرت الى قصر مذبح اين المشكله في قصر مذبح مذبح بالله عليك اشتغلوا القصر اول وبعدين اقوا حفروا النفق الان حتى هل هم كان عندهم تصور انه تحت صخر مثلا يعني لما يجوا يعملوا حتى الان يحفروا النفق الان النفق مكلف بحكم انه قطع صخري تحت اول شيء والشيء الثاني بيكون معاهم 4 جدران طويله يعني بامتداد الشيء والشيء اللي مش بيكون يعني ما هوش ايش يقولوا مقبول انه مسار النفق بيكون بشكل متعرق يعني مش ستريت مش بطبيعه المكان لا طبيعي أن يكون النفق انت لو الواقي من شملان الجمعي يمر كذا اتخيل انت لو اشتغلت النفق قبل كيف بيكون شكله ولما يكون مرقنته بين الأعمدة الآن تشتغل بين الأعمدة اتجاه والاتجاه الثاني بين الأعمدة أنت الآن محصور فاهم أنت مهندس الآن تجد أنه من الأولوية لكي نوضح للسادة المشاهدين أنه كانوا يبنون نفق أولا أيوة ومن ثم يبنون قصر لكن طريق الرئيس وفخامة الرئيس السابق عبد الله صالح التي تأتي من 70 باتجاه المطار كانت تتطلب بناء القصر أولا بنوا القصر أولا لكن إذا كان أخطأ وبنوا القصر أولا هل يظل المكان بدون نفق لا من حيث النفق من حيث الحين شوف حجم المأساة إنه نفس الأشخاص هذين هم اللي قائمين بالأعمال اللي بدقي يعني مستقبلا يعني أنا بقول لك أنت الحين سؤالي واضح وأنت قلت إنه مخطئوا بإقامة الجسر قبل النفق الآن حين يقيمون النفق وإنهم يخطئون قلت إنه بمربعات صغيرة بين أعمدة وإن أيوة. الحافر في الأرضية الصلبة أو الصخرية أنا مررت من هناك وجدها إن أرضية صلبة فعلا وقبلية صعبة الحفر فيها وإنها ستؤثر على الأساسات الجسر أيوة. في المستقبل أيوة بالفعل تأثر عليها لأنك أنت لما تجي تطق في قطعة صخرية تأثير الطق يوصل إلى الأعمدة إلى الأساسات يعني يوصل يعني شوف الآن كم لهم يحفروا مش قادرين يوصلوا للمستوى الذي مفروض أنه يبنوا فيه النفق معطلين صح لأنه اكتشفوا أيوة. أن الأرضية قبلية مش اكتشفوا هم عارفين من اول
راحت عليه. لا لا انا سؤالي لك، انت كنت باعتبارك في التخطيط او في الاشغال القرقدسيه، هل لم يكونوا يعرفوا ان الارضيه صعبه؟ دارين ايوه، عملوا خوازيق عارفين انه الارضيه صعبه يعني. لا يمكن انهم يكونوا يعني ما يكونش عارفين الشركه المنفذه. ايوه اعتقد انها لن تستطيع تنفيذه في الفتره المحدده ب 9 اشهر. والله انا اشوف صعوبه، ممكن اذا بيشدوا مثلا مكاسفة. إذا أقول لك أنه أكيد ربما هذه أحد الملاحظات. هل هناك ملاحظات أخرى أنا نسيتها في هذا الملف ولم أذكرها وتجد أنها مهمة يعني؟ يا أخي اشتغلوا الآن، شوف في معهم مشاريع مستقبلية في بين بنفس الأخطاء يعني. شوف مثل عاملين لي الآن بيعملوا نفق في السنينة، مكتوب هنا أنهم بيعملوا نفق. أين في السنينة؟ في ما بين السنينة واسمه وقصر مذبح وعصر، ما بين التقاطع عصر ومذبح بيعملوا واحد زي كذا. كم المسافة من السنينة إلى مذبح؟ 500 متر. 600 متر ليش تعمل أنت نفخ؟ كاتبين هنا وين السنينة مذبح؟ يعني ترك في أي مكان بالذات يعني في نفس تقاطع. شوف نفس حق المصباحي بس بيكون بالشكل كذا. شوف رفع الصورة يعني شوف المصباحي مثلا بيعملوا نفق نفس المصباحي كذا في السنينة، عرفت؟ وفي كمان في وادي الأعناب وفي جامعة الإيمان. الآن هنا في جامعة الإيمان يبلطوا ويعملوا شجر ويعملوا يعني، وبعد فترة بيشتغلوا نفق. هادر يعني أنا إذا أقول لك ما عندي شيء غلط أقول لك إنه بالصميم وعلى عينه. يعني يشتغلوا في مكان مشروع وهم عارفين إنهم بعد فترة سيشتغلوا مشروع آخر وعلى عينه نفس المكان، ولا هم بشيء ولا عينك يا تاجنا. أيوة يعني في أشياء يعني أنا أشوفها إنه غير مقبولة بالخالص. ما فيش تخطيط يا أخي، ما فيش تخطيط. لديك كثير من الصور، هل هناك جهة معينة؟ لو سمحت لي بس في حاجة، شوف بالله عليك، هل هم يهمهم سلامة المواطن؟ هذا جزيرة خدمية، شارع 60 قبل جامعة الإيمان. شوف كيف شكلها، أين المشكلة فيها؟ المشكلة بالله عليك هذه حق مطور. شوف كيف شكلها، هذه معقولة؟ هذا هندسة هذه؟ الدخل حق السيارة يعني. اشرحها لسادة المشاهدين يعني فهموا. هذا هنا الخط السريع شارع 60، وهذا دخله إلى الخط الخدمي، وهذه جزيرة خدمية للمصور. صور هذا بالشكل هذا، هل هي منطقية هندسيا؟ الصغر المكان الصغير أشر بالكلام هذا. هذه أين المشكلة؟ المشكلة عيد الصورة يعني الصورة. الآن أنا في بعض الأحيان مثلا مسرع ما أركز على هذا المكان أصلاً فيه، والصغر فيها المسافة صغيرة. هذا مش تقاطع من مكان لمكان يعني. أيوة يعني أنت تتوجه هنا الآن بشكل مائل وسيارة واجية كذا، يعني ما توجه هنا أنت بالشكل هكذا الآن يعني في اتجاه. هذه جزيرة وسطية. طيب شوف هذه يعمل لك في تقاطع ملف في رون في ملف يعمل تقاطع. شوف كيف شكله بارز، وشوفه بالخط المستقيم كيف شكله. هذه سلامة مرورية. يعمل في الجزيرة الوسطية شجر بالطرف عند البردورات يعمل شجر. طيب لو خرجت بهيمة مثلا ولا لا سمح الله مواطن وانت مسرع بين الشجر هذه خرج صدمته، عرفت يعني كارثة. ليش ما توسطهاش؟ ليش ما تشجرش الجزيرة الوسطية بدل ما تروح تبلط وتخسر الدولة هذه الأموال؟ يعني بيكون شكله أجمل من هذا الشيء اللي تعمله. بس حتى الشبكة لو سمحت لي، الشبكة الحديدة اللي عملوا في الجزيرة الوسطية كأننا في سجن. هل في دولة في العالم تعمل شبكة ارتفاعها 220؟ ما فيش، من 60 سنت 70 سنت متر. ما هو الشبكة الحديدية الذي في الجزيرة الوسطية؟ أيوة هذا. إذا كان الناس المرة لا يلتزمون أخي خلاص أنت حذرت، أنت هذا مشوه منظره، ما هو غير مقبول. ما فيش دولة في العالم تعمل لك شبكة زي كذا يعني. أنت ممكن تعمله بارتفاع 60 سنت حتى في الجزر الخدمية وتعمل واحد في الوسط. أوكي. لا بس أنا أعرف إنه كان هناك شبك صغير وكان المارا يتجاوز. يا أخي أنت عملت. وكانت الحوادث في 60 تكثر. عملت. هذا كمنظر جمالي هذا. لكن المقارنة بين الجمال وبين الحماية، كان الناس يتجاوزوا الشبك وكانوا يموتوا. والآن يحموه، الآن كسروا. بس كان يحد، أنا أعتقد أن هذا يحد من الحوادث في 60. أنا بنظري إنه ما هذا الشيء. يعني منظر جمالي غير مقبول، لكن الحقيقة أن الحادث في شارع 60 كانت كثيرة. هنا فعلوا هذا الشبك. ليش شوف المشكلة لا تكون هناك جسور مشاة. أنت ممكن تكبر الناس إذا عملت أبو متر
مثلا ارتفاع 60 سنتم كانت تقبر الناس. قصور المشاه اللي يعملوها يعني من مترين من 3 متر. انت لو تعمل قصر بعرض مثلا 6 متر تعمل لوك شاك تعمل اناره بتحبب الناس بالطلوع اليه، عرفت؟ قصدك تجاره ايوه، وبيعطينا احنا ايرادات في الامانه، لكن ما فيش. يعمل لك يا عباره عن يعني زقاق زحمه وما في مش اضاءه، يعني حتى في المساء ما حد يطلعوا خوف الناس. وان عملت تحت الارض يعملوا 3 متر، يعني انت عمل له محلات تجاريه بحيث انك ايش تكسب بس الناس. بس على الاقل للامانه انه هناك شغل، يعني ما انت لازم تشتغل احسن من محافظات، تشتغل انفاق، تشتغل قصور، تشتغل. قل لي كم اموال هدرت، لا تقول ليش كم اشتغلنا، كم اموال هدرت. انا اجيب لك معي يعني مواضيع لا هناك، حتى في يعني في اوقات الناس، حتى كم ضيعوا من اوقات الناس في قصر مذبح، والان بيعمل لي قصر في عصر كمان. ليش ما نفذوش في آن واحد وينفذ 7-8 قصور في نفس السنة؟ منو بيحاسبه هذا؟ من بيحاسبه؟ نعم. هل لديك كلمة أخيرة مهندس؟ والله يا أخي مواضيعي أنا كثيرة يا أخي، ما أناش عارف انتهي من أين يعني؟ ها؟ مش عارف انتهي أيوة. من أين؟ أول حاجة أنا أشكر رجال المرور، يعني ما يقومون به صراحة الأمانة يعني شيء جيد، يعني يقوموا بعملهم بأكمل وجه. ما العلاقة بين المرور وبين الأنفاق والقصور؟ يعني على الأقل هم ينظموا الحركة، يخففوا من الإيش من ال. تقصد إنهم أفضل من القصور والأنفاق التي تعملها؟ أفضل بكثير يعني. الشيء الثاني إنه يعني ضروري من تغيير في الأمانة، يعني إذا كانت البلد يعني 85% في الأمانة كل مشاريع وهي محصورة في مجموعة معينة، فساد يعني يمتد إلى كل. أنت الآن ربما أديت الذي عليك كمسؤول في إدارة التخطيط والدراسة والأشغال في أمانة العاصمة، لا تشرف على هذه المشاريع، أعددت ملف وهو الرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ربما أيضا هذا الملف نيابة الأموال العامة هي معنية به أيضا للتحقيق. ما علينا نحن في هذا البرنامج أن ندعو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتجاوب مع ما جاء في هذا الملف، إن كان جادا بالفعل محاسبة المسؤولين عن الإفساد وعن الإضرار أو عن إهدار الأموال العامة وعن إهدار مستقبل البلد وموارده. وأيضا النائبة العامة ونيابة الأموال العامة هي أيضا معنية بالتحقيق فيما جاء في هذا الملف، واعتبر أن ما جاء في هذا الملف وما جاء في هذه الحلقة هو بلاغ إلى النائب العام. شكرا لك أستاذ أو مهندس ماهر العمودي، نائب مدير عام التخطيط والدراسة والأشغال في أمانة العاصمة. حياك الله. أعزائي المشاهدين، لا يزال أيضا حديث المساء متواصلا معكم، ولكن بعد الفاصل.